موضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، لو عايز تخلي الزغلول نص كيلو اعمل كده. شوف ازاي نص كيلو، هوري لحضرتك كمان الزغاليل الكبيرة. انا دلوقتي معايا الزغاليل اللي هي صغيرة، هنشوف بيعمل فيها ايه. اللي مش عارف، ناس كتير يعني هتستغرب من الحكاية دي، انت ليه بتتكلم دايما عن ده امريزول، امريزول او فلاجيل. انا دايما بعمل كده مع الزغاليل وهي لسه صغيرة. ليه؟ علشان ما يجيلهاش الكانكر اللي بيخلي الزغاليل ما بتزيدش حجمها، اللي بيخلي الزغاليل حجمها ما يزيدش بيكون عندهم كانكر داخلي حضرتك ما تاخدش بالك منه، مش هتشوفه. مش شرط اللي يكون في حلق الزغلول، مش شرط اللي بيكون شايفه في حلق الزغلول، ممكن يكون داخل حضرتك مش اخد بالك، او لو في ريحه مش كويسه، او ما بيهضمش. سبب الريحه اللي مش كويسه ان هو الاكل ركن وعفن. شوف حضرتك لما بدي الفلاجيل تلاحظ ان الاكل كده طري، ما يكونش محجر فيها اهو. تلاقي انا مدي لدولي فلاجيل قبل كده، بس هوري لحضرتك بعمل ايه في العمر ده اهو، من العمر ده. لو ما اديتش برضه ادي برضه في العمر، العمر ده لسه انا ما اديتلوش، فانا هعطي ده للصغير ده نص سنتي، ده هعطي له نص سنتي، وللكبير شويه الاكبر منه هعطي ده سنتي كويس، حسب الحجم يعني كده زي ما بيقولوا بالوزن. تمام، هتلاقي ان شاء الله الزغلول معاك يبقى نص كيلو ويعدي نص كيلو كمان. ليه؟ لانه هياكل وهيستفاد وهيتزغط كويس. اللي الحمام ما بيزغطش كويس، طبعا الناس يقول ايه ان الحمام ما بيزغطش كويس وهو لعب في الزغلول. اصلا الزغلول بيكون عنده الكنكر الداخلي وهو منتشر جدا في الايام اللي احنا فيها دي في الشتاء. تمام، نشوف كده هنقتل الصغير ده ازاي. اهو الحجم الصغير ده هنقتله نص سنتي بس اهو، عن طريق الفم على طول. ممكن تضيف ميه لو انت عايز. هنأتي للصغير ده نص سنتي. تمام، امريزول او فلاجيل نص سنتي كفايه للصغير اهو. التاني الصغير كمان نص سنتي اهو. هي الحقنه 3 سنتي، فانا بعبي فيها 4 سنتي. ده نديله سنتي اهو، يبقى معانا الاربعة سنتي هيتنا بيهم 3 كبار واتنين صغيرين اهو، باين. تمام كده اعطيت، اعطي كل الزغاليل اللي عندي اعطيهم 3 ايام، ما تستخسرش. هي الزازة دي ب10 جنيه، ما تستخسرش، هتلاقي نتيجة كبيرة جدا، هتدعي لي بعدها. اللي يقول لي انت يعني الفلاجيل كتره، احنا مش بنكتر ولا حاجة، بس لازم ده ما خدش، ما اصلوش ده مثلا الفلاجيل خالص ما خدش خالص في حياته، لسه زغلول يعني لسه طالع عندنا جديد، فاحنا ما خدش فلاجيل. وبرضه هنعطي للاهالي 5 سنتي على لتر الميه اهو، الكبار دول برضه هنديهم سنتي لكل واحد اهو. نقرب شوية، كبار شوية يعني، هم مش كتير يعني، ما بتاع حوالي عمر 10 ايام. ولو في اكبر برضو اعطيه، هو مش هيضر في حاجة. اللي ما خدش قبل كده لازم تعطيه. تمام، وهناتي زي ما قلنا نحط في المية بتاعتهم 5 سنتي للحمام الكبير، عشان هو اصلا بيكون العدوى جايه من الاهالي الكبار، لكن ما بيبانش عليهم، لكن بيبان على الزغاليل. بكده ان شاء الله هيكون الحمام بتاعك الفرد الزغلول ان شاء الله هيبقى نص كيلو ويعدي كمان. اللي هيجرب هيشوف كده وهيدعي لي باذن الله. هنحط ال5 سنتي في المسقة، هنسحب من دي 5 سنتي، هي السرنجة دي 3، لغاية ما تسحبها كده لآخرها
بتكون فيها 4 سنتي لو لاخرها كده. حط ال اهو في المسقة، اصعب عليها شوية كمان يعني، لو بقوا 5 بقوا 6 يعني مش هيأثر. تمام اهو، تمام عملناهم وحطينا، حط عليهم شوية مية نملها مية، دي لتر. احنا بنتكلم دايما على اللتر، لما اقول 5 سنتي بيبقى 5 سنتي على اللتر. هنحط عليهم المية ونقدمهم للحمام لمدة 3 ايام، زائد ان بدل الزغاليل اللي هو في بقها ده مباشر 3 ايام، وان شاء الله الزغلول هيبقى معاك. اللي بيشتكي من نقص حجم الزغاليل، اللي بيشتكي دايما من نقص حجم الزغاليل ده، هيخلي الزغلول معاك ان شاء الله يوصل 0.5 كيلو ويمكن يعدي، على حسب الانواع. انا اوري لكم زغاليل اهو لسه ما اهو الزغلول ما شاء الله. لو وزنت لحضرتك زغلول من دول اهو، شوف ايدي مفتوحة على اخرها ازاي عشان امسك الزغلول. ما شاء الله يمكن 0.5 كيلو، يعدي 0.5 كيلو، لاني دايما بعطي الفلاجيل في العمر الصغير ده، اللي بيبدأ من العمر ده بيحسن من موضوع الهضم ده، بيحسن له لو في اي بكتيريا ضارة في حصلته او كانكر، فبيحسن، فبالتالي بياكل وبيكبر وبيستفاد من الاكل اللي بياكله اهو. ما شاء الله دول زغلولين، الزغلولين الكبار دول اللي هم امهم الحمامة اللي برجل واحدة، دول ولادها ما شاء الله. هم اللي كان بيقول يعني بيسألني هي عايشة ازاي وبتأكل ولادها ازاي وبتاكل ازاي هي كمان، لا دول ولادها والله يا جماعة، دول ولادها وبيضها، يعني مش بيض حد تاني، ما انا بنقل البيض طبعا، لكن دول والله بيضها هم الاتنين دول. هو لان الاب اللون ده وهي الام النتاية هي اللون ده، الحمامة اللي برجل واحدة هي اللون ده، فطالعين واحد لابوه وواحد لامه، والزغلولين التانيين برضو اللي هم دول اكبر برضو اهو. انا بوريكم الحجم الكبير ده، تأثير الفلاجيل او امريزول اهو اللي بعطيه، اللي هو ده اللي تلاقيه حضرتك، يعني ما لقيتش فلاجيل هات امريزول او العكس، الاثنين زي بعض هم الاثنين دول. تمام، يعني بالزغلول هيعدي معاك 0.5 كيلو ان شاء الله. بكده اكون خلصت موضوع النهاردة، اللي هو لو عايز تخلي زغلولك 0.5 كيلو ويعدي اعمل كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.